الحمد لله القائل في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء ولكن لا تشعرون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم عبد في سبيل الله، أي لا يجرح عبد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لسيدنا موسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله. وكان الحديث موجها لسيدنا موسى عليه السلام ليذكر بني إسرائيل بأيام الله، والخطاب لهم ولنا وللناس أجمعين إلى يوم الدين. وأيام الله لكل قوم هي أيام عزهم ومجدهم ورفعتهم وانتصاراتهم وأيام فضل الله عليهم. ونحن في شهر أكتوبر من كل عام نتذكر يوما من أيام الله من فضل الله على هذا الوطن وأهله، وهو انتصارات أكتوبر 1973. ولازلنا وسنظل نذكر هذا الجيل بكل الاحترام والتقدير لما قدم من تضحية وفداء في سبيل هذا الوطن. وضريبة الأوطان والحفاظ على الأوطان وبناء الأوطان لا يقوم بها جيل واحد من أبناء الوطن، بل تدفعها الأجيال المتعاقبة. وأمامنا الآن أمام الدولة المصرية تحدي كبير لا يقل عن تحديات أكتوبر 73، وهذا التحدي يتمثل في أمرين: الأول مواجهة جماعات الإرهاب والفوضى ودعاة الفوضى وأهل الشر بما يستغلون من حروب غير تقليدية وتزييف للحقائق وبث للشائعات وترويج للأكاذيب. فعندما عملت الدولة المصرية في ظل عملية البناء، وعندما نفتتح في هذين الشهرين سبتمبر وأكتوبر ما يزيد على 350 مسجدا، نؤكد أن الدولة المصرية تبني في جميع المجالات، تبني في مجال الإسكان. وما مدينة العالمين منكم الجديدة منكم ببعيد، تبني في مجال التعليم
وما جامعة العالمين الجديدة منكم ببعيد تبني في مجال الإسكان، وما بشائر الخير واحد واثنان وثلاثة منكم ببعيد تبني في مجال البنية التحتية، وهذا المحور خير شاهد. وعندما حاولت أو بدأت الدولة في تنمية هذا المحور، وكانت هناك بعض الزوايا الصغيرة التي تعوق التطوير، وكان الهدف هو تطوير هذه الزوايا لتحويلها إلى هذه المساجد الجامعة، خرجت جماعات الفوضى وأهل الشر تدعي صوراً وافتراءً أن الدولة المصرية تهدم المساجد. ونؤكد أن ما تم في الست سنوات الماضية من بناء ما يزيد على 1200 مسجد جديد، وإحلال وتجديد وصيانة ما يزيد على 3600 مسجد، وهذه الافتتاحات المتتابعة أفضل رد عملي على سيف أهل الباطل. فكل زاوية تم تطويرها في هذا المحور صارت صاحب بال مجمعا على النحو الذي نراه. النقطة الثانية، عندما تم إطلاق ونشيد أيضا بقواتنا المسلحة الباسلة وبالهيئة الهندسية فجميع هذه المساجد التي تمت على محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، وهذا هو المسجد الثامن منها، جميعها من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية الباسلة. وعندما يطلق أسماء الشهداء العظام على هذه المساجد فهذا حقهم، فالدول العظيمة هي التي تعنى بتاريخها وحق شهدائها وتخليد ذكراهم. الشهيد لقي الله بما قدم، ويكفي أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ما من أحد يود أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وما من أحد يود أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد، يود أن يعود فيستشهد عشرات المرات لما لقي من فضل الله على الشهداء. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ويقول سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الشهيد يكفيه أنه في صحبة النبيين والصديقين، حيث يقول الحق سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أنعم الله عليهم، الشهادة نعمة، الشهادة اكتباء، الشهادة اصطفاء. ويتخذ منكم شهداء، فهو الذي يختار. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. نسأل الله أن يرزقنا صحبتهم يوم القيامة، وأن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وزويهم الصبر والسلوان. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى،
وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. يقول الحق سبحانه: من المؤمنين رجال، بما تعنيه كلمة الرجولة من الفداء والبطولة والتضحية، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومن أصدق ممن ضحى بروحه ودمه في سبيل الله وسبيل وطنه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منهم من قضى نحبه، قضى حاجته بلقاء ربه وقدم ما عليه، نسأل الله لهم واسع الرحمة والمغفرة. ومنهم من ينتظر، نسأل الله أن نكون منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ولكن الوفاء للشهداء يقتضي أمرين. الأمر الأول أن نسير على ضربهم في الحفاظ على أوطاننا. الشهيد ضحى بروحه ودمه ليحافظ علي وعليك وعلينا وعلى وطنه، والوفاء له يقتضي الحفاظ على هذا الوطن، وأن نقف بقوة وحسم في دعاة أهل الشر وأهل الفوضى وأهل التخريب وجماعات الإرهاب. فكما ضحى جيل أكتوبر في الدفاع عن هذا البلد، أمامنا تضحيات في مواجهة قوى الإرهاب والشر، وما أبناؤنا الذين يستشهدون في مواجهة الإرهاب بأقل شأنا. فالتحدي عظيم والمخاطر جمة، والوفاء لدماء الشهداء يقتضي أن نسير على ضرب التضحية، وأن نفوت الفرصة على دعاة الفوضى، وألا نسير خلف الصفحات الوهمية والمشبوهة التي تحرض على الوطن وعلى النيل من أمنه وأمانه. الوفاء لدم الشهداء يقتضي أن نواصل مسيرة البناء والتعمير، كل منا في مجاله وميدانه، الطبيب في مشفاه، والمعلم في مدرسته، والإمام في مسجده، والإعلامي في منبره الإعلامي، والكاتب بقلمه، والفلاح في حقله، والصانع في مصنعه، لنحمل الأمانة كما حملها هؤلاء الأبطال. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ مصر وأهلها ورئيسها وجيشها وشرطتها وأمنها وأمانها، واجعلها أمنا أمانا سخاء أخاء بواسع فضلك إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته. واغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.